كل ما تريد أن تعرفه عن فقاعات القدمين. الفقاعة واسمها الطبي هو نفضة، هي جيب صغير من السوائل يتشكل في منطقة من الجسم، وقد تختلف هذه الفقاعات في الحجم وتحدث لأسباب مختلفة. يحتمل أن تصاب بها بعد حرق في الجلد أو إصابة بالفطريات أو البكتيريا أو بعد لدغة الحشرات أو رد. الرد هو الإصابة أو الجرح. وقد تعيقك الفقاعات في أداء المهام اليومية العادية اعتمادا على موقعها، فمثلا إذا كانت الفقاعة في قدميك كمثل هذه الفقاعة، فقد تواجه صعوبة في المشي أو ممارسة الرياضة أو الوقوف لفترات طويلة من الزمن، خصوصا عند الإصابة بها مباشرة. من الشائع تشكل هذه الفقاعات في القدمين، ولحسن الحظ بإمكان العديد من العلاجات المنزلية أن تخفف الانزعاج وتقلل خطر تكرار ظهور الفقاعات. فما هي أسباب الفقاعات في القدمين؟ ربما يكون الاحتكاك هو السبب في ظهور الفقاعات في القدمين، ويزيد المشي أو الوقوف لعدة ساعات في اليوم الضغط على الكعبين والنعلين وأصابع القدم. وكلما طالت مدة وقوفك على قدميك في أثناء النهار، زاد خطر تشكل فقاعات في قدميك. لا ريب أن ليس كل من يمشي أو يقف لفترات طويلة تتشكل لديه الفقاعات، وفي كثير من الحالات تنتج هذه الفقاعات المليئة بالسوائل تنتج عن الأحذية غير الملائمة، ويمكن أن تحتك الأحذية الضيقة جدا أو الفضفاضة جدا بالجلد، ما يسبب الاحتكاك، ونتيجة لذلك يتراكم السائل تحت الطبقات العليا من الجلد. قد تولد الرطوبة الزائدة والتعرق أيضا فقاعات الجلد هذه، وهذا شائع عند الرياضيين في الفصول الدافئة وخاصة العدائين، إذ تتشكل فقاعات صغيرة عندما يسد العرق المسامات في القدمين، وربما تتشكل فقاعات القدمين أيضا بعد حروق الشمس. تتضمن الأسباب المحتملة الأخرى لتشكل الفقاعات قضمة الصقيع، رد فعل تحسسي، والتعرض لمواد كيميائية ومستحضرات تجميل أو منظفات، عدوى فطرية أو عدوى بكتيرية، وإكزيما خلال التعرق. تحل مشكلة فقاعات القدم التي يسببها الاحتكاك إجمالا في غضون عدة أيام باستخدام العلاجات المنزلية، لكن لسوء الحظ فإن بعض الفقاعات لا تستجيب للعلاجات المنزلية أو حتى تسوء مع مرور الوقت. راجع طبيبك إذا سببت لك الفقاعات ألما شديدا أو منعتك من المشي، ويجب أن ترى طبيبك أيضا إذا ترافقت الفقاعات مع حمى أو غثيان أو قشعريرة، فقد يكون ذلك علامة على وجود عدوى. يستطيع طبيبك تصريف الفقاعة باستخدام إبر معقمة، وفي حال اشتبه بوجود عدوى فيمكنه فحص عينة من السائل الموجود في الفقاعة لتحديد سبب العدوى. العلاجات المنزلية لفقاعات القدم قد تميل إلى ثقب الفقاعة أو تفجيرها للتخلص منها، ولكن في الحقيقة عليك أن تتركها سليمة، لأن الفقاعة المفتوحة قد تصيب عدوى، وقد تساعد تغطية الفقاعة بضمادة لاصقة في حمايتها خلال مراحل شفائها. إذا تركت الفقاعة براحتها فإنها تتصلب في النهاية وتختفي، وإلى أن يحدث ذلك قد تكون الفقاعة غير مريحة حسب حجمها. صحيح أنه يجب أن لا تنفجر الفقاعة، لكن قد يوفر لك تصريفها بأمان الراحة. وفيما يلي خطوات لتصريف الفقاعة بطريقة صحيحة في المنزل. أولا، اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون المضاد للبكتيريا. استخدم قطعة من القطن وإبرة معقمة مع كحول محمر. نظف الفقاعة بالمعقم. اصنع ثقبا صغيرا في الفقاعة بواسطة الإبرة، واسمح لكمية السائل بأن تتدفق كلها من الفقاعة إلى الخارج. طبق مرهما أو كريما مطهرا على الفقاعة وغطها بضمادة أو بشاش. نظفها وأعد تطبيق المرهم المطهر يوميا، وأبقها مغطاة إلى أن تشفى. لكن كيف نمنع تشكل الفقاعات على القدم؟ تنطوي الوقاية من تشكل فقاعات القدم على معالجة السبب الكامن وراءها، فإذا كان الاحتكاك هو سببها، سيكون ارتداء الأحذية المناسبة هو خط الدفاع الأول. فإذا احتكت قدمك مع منطقة معينة من حذائك، سيوفر لك ارتداء الجوارب تبطينا إضافيا وسيقلل الاحتكاك. إذا كنت رياضيا فتأكد من الحفاظ على قدميك جافتين، واستخدم بودرة القدم لتقليل التعرق، وارتدي الجوارب الماصة للرطوبة المصممة للرياضيين، إذ تجف هذه الجوارب بسرعة أكبر وتقلل من الرطوبة.